عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور أيها المسلمون، انتبهوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، فليس لله حاجة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وهذا فيه تحذير من قول الزور عموما وخاصة وأنت صائم، وقول الزور الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، مشاهدة القنوات الضالة المنحرفة، السب، الشتم، الجهل، وهو ضد الحلم باليد أو بالقول أو التعدي على الناس. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.